big fruit. Here. Give me one piece. بالثلاثين بس تشتري إس دراغون فوت إيه؟ إس دراغون فوت؟ يامغار يامغار اسمه يامغار Thank you إس 10؟ Yeah, thank you أخذنا إحنا نعرف إن دراغون فوت فراوت إحنا نقول اللي بلجيكا عندنا ما أعرف إنه اسمها غير شي قالب بس راح ناكل والثانية ويا عودهم أحسن مو؟ تقولوا هيجي أحبه هواي يعني من صبح هم خوش بتعمل الحمد لله على هاي النعمة طعمة بتشي جربوه بيش ياخذنا على اولد تاون المدينة القديمة اسمها فندقنا هناك الو اجين اولد تاون لايك بحرها ناكون هلا ناكون ان اولد تايم اولد تاون اولد تاون It's in old town, old town. No problem, hotel. How much? How much, amigo? You don't think? No go? I don't know. You don't know where? Will your GPS? Wait. On your GPS? Yeah. This hotel. Ramputi Village Hotel. Wait. Wait, I open for you GPS. This. 300. ما يعجبهم الفلوس كيف اكو ناس ما يحمد على رزقه انت لوتي لو شكلك يجي ها راح ابحث باص واحد قبل ياخذني هناك ب 35 باحت وهذا جاي يقول لي بتاخذ 300 باحت انت لوتي لو شكلك هيجي لك احنا غير عراقي لك احنا لوتي انت خلي اكل فراوت مالي
وبعدين اروح هذا تصعد مترو من وراي وتنزل. كيفك حبيبي كيفك؟ لو كان قايل مثلا 100 على الاقل. تقدر تاخذ التيكت هسه بس خلص اخلص الموز مالي. جود ايت يو دونت نو لاتس از اوكي. فراغ فراغ يو ايت از جود ان حطيت هذا يقول لا اعطيني فلوس. قلت له اوكي هذا حجي القمرشي يبيع قمار وهاي التكسيات مالهم. شوفوا انواع الوان وردي اخضر اصفر اصفر ابيض اكو برتقالي اكو شكو لون مال قحبشي مخلين. هسه لازم نروح هنا وين هذا الباص. هسه لازم نعرف الباص وين. اسال من هاي حجي القمرشي. حجي from where I can take this boss. حجي يقول عوفني خلي العب قمار مالي. برو from where I can I take this boss. نه بوش بوش نمبر this from here مترو I can take yeah here like that thank you. يقول لا منك دقيقة. حتى لو ما تعرف انجليزي اكيد وده يعني ساعدونا ايش بيكم يا ابو ايش بيكم. على اساس قلنا راح يعني ما يصير ها جوا الارض لو فوق الشارع. شو اعرف على الشارع هو وانت استمتع بالطريق يا ابا عيشوا حياتكم واني هنا ماكل بوري افتر بجن الطين متتحر. زنقين مالهم زنقين والفقير حيل فقير هنا هيك يعني ماكو نص ثقافة وسط يعني لو زنقين لو فقير. هذا هم قمرشية هذولا شرزات ما شرزات ها بالورد ها قمرشي تاني قمرشية تاني هذولا حطك يا نصيب قمار. هاي شنو هاي الباصات اللي راح نصعد دقيقة لازم اعبر حتى نروح هيك شيء لازم نعبر منها. شوفوا الاحياء الفقيرة هنا كان باع الاجواء هسه المكان اللي راح اروحه كله سياح اغلبية السياح هنا. تونس وعيش الجو.
الباص رقم 8 و 96 كل ليرة. هذا حج يبيع موز مشوي، الموز يشوي ويبيعه. هذا 7-11، شو تريد تلقى بيه؟ رقم 8 احنا لازم نصعد لهذا، هذا او 27 هم يروح، 96 92 هم يروحون، المهم بس خلي يجي واحد، اي واحد نصعد. اصلا احنا عندنا وقت، يعني انا لزمت الفندق راح يفتح بالتنتين يعني انشئ.